السلام عليكم اعزائي المشاهدين اجواء حاره ورياح شماليه غربيه معتدله الى نشطه السرعه تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 20 الى 55 كيلو كيلومتر في ساعه تكون مثيره للغبار خاصه على المناطق المكشوفه ولكن نتوقع ان يترسب الغبار تدريجيا ان شاء الله الليله وتتضح الرؤيه خاصه على المناطق المكشوفه والمناطق الصحراويه من دوله الكويت تعرف على تفاصيل اكثر الطقس الحالي في مدينه الكويت اجواء حاره ورياح شماليه سرعتها 7 كيلومتر في ساعه درجه الحراره الحاليه 42 درجه مئويه اجواء جافه ورطوبه نسبيه متدنيه 16% اما الرؤية الافقيه في مدينه الكويت جيده تتجاوز 12 كيلو صور الاغمار الصناعيه توضح تاثر دوله الكويت امتداد منخفض جوي مؤثر علينا السماء صافيه وخاليه من السحب وايضا استمرار الرياح الشماليه الغربيه أعزائي المشاهدين خلال ايام المقبلة ان شاء الله ليله اجواء ماء الحراره واستمرار الرياح الشماليه الغربيه خفيفه معتدلة السرعه تنشط على فترات خاصه المناطق الساحلي. الساحليه الساحليه أنصح مرتادي البحر والحداقه تاجيل اي نشاط بحري الليله وحتى مساء يوم الغد ودرجات الحراره تتوقع في منتصف هذه الليله مدينه الكويت 35 درجه مئويه المناطق الغربيه من دوله الكويت سالم الشقايه قد تصل الى 29 درجه مئويه في مساء الغد اجواء شديده الحراره واستمرار الرياح الشماليه الغربيه خفيفه لا السرعه تنشط على فترات مع فرص الغبار خاصه المناطق المكشوفه لذا نوه مرتادي الطرق السريعه انه يديرون بالهم اثناء القياده درجات الحرارة العظمى أعزائي المشاهدين لاحظ انخفاض ملحوظ قد تصل العظمى إلى 44 درجة مئوية في مدينة الكويت بالنسبة للمناطق الغربية من دولة الكويت السالمة في قد تصل إلى 41 درجة مئوية حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج من من ثلاثة إلى ستة أقدام مواقيت باذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينه الكويت موعد اذان الفجر في الساعه الرابعه وتسع دقائق موعد شروق الشمس في الساعه الخامسه وعشرين اما غروب الشمس الساعه السادسه ودقيقة الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام القادمة إن شاء الله استمرار الرياح الشمالية الغربية أعزائي المشاهدين ولكن متوقع اعتدالها خاصة ابتداء مع بداية الأسبوع المقبل يوم الأحد إن شاء الله تعتدل الرياح الشمالية الغربية أجواء حارة بشكل عام خلال فترة النهار ونلاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى ما بين 42 إلى 44 درجة مئوية بالنسبة للصغرى ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية السماء صافية وخالة من السحب خلال الأيام المقبلة أعزائي المشاهدين وتأثير المنخفض يتذبذب أعزائي المشاهدين تدريجيا ان شاء الله مع انخفاض ملحوظ في درجات الحراره خاصه على المناطق الصحراويه والزراعيه من دوله الكويت قد تصل الصغرى الى 25 درجه مئويه اجواء لطيفه خاصه خلال فترات الليل المتاخره ان شاء الله. اعزائي المشاهدين الى هنا تنتهي نشرتنا الجويه شكرا على حسن المتابعه والان مع درجات الحراره حول واسم العالم.